كما تلاحظون أستاذ المشاهدون، إنزال تاريخي، إنزال بعنوان اللا عودة. إذا هذا الإنزال جسدناه تحت شعار، وكما نقول دائما أن المكاتب المحلية للتنسيق الوطني للطلبة والخريجين والممرضين شعارها هو أو مثلها في تودها وتآزرها كمثل الجسد الواحد، إن شكا منه عضو واحد سنتدعى له جميعا بالاحتجاج والاعتصام والإضراب وكل ما تستدعيه الضرورة. إذا نقول بالحرف الواحد لوزارة الصحة أننا لن نعود إلى حين انتزاع جميع المطالب المشروعة للتنسيق الوطني للطلبة والخريجين والممرضين، وعلى رأسها مطلب التعويض عن التدريب الشفائية وكذلك تطهير مراكز التدريب من متدربي القطاع الخاص منتحلي صفات الممرض، لأن الأمور قد زادت عن الأمور العادية. متى نصل إلى مصاف الدول المتقدمة التي يكون فيها الممرض من كبريات أو مما يتطلع إليه عامة الشعب؟ متى يكون الممرض له وزن في المجتمع؟ إذا هذا سوف نحققه إن شاء الله بهذا الجيل الصاعد، بهذا الجيل الشاب. المهم كما كتشوفوا هذه وقفة وطنية شارك فيها يعني جميع المواقع ديال لي سبيس ديال المغرب. المهم هذه الوقفة يعني وقفة وطنية جاءت يعني بعد صدور البيان الوطني الأخير عن التنسيق الوطني للطلبة خريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريض وتقنية الصحة، الذي دعا إلى تجسيد إنزال بموقع مكناس أو بمعهد مكناس. علاش؟ على إثر ما يتعرض له طلبة المعهد من قمع واستهداف المناضلين وقمع وتكويف الافواه ديالهم. اليوم نقوم بهذه الوقفه تفعيلا لمخرجات الاجتماع الوطني المنعقد بمدينه بن ملال من اجل نصره اخواننا المناضلين بمعهد مكناس. معهد مكناس يشهد ظلم وتخبط شديدين من طرف بعض المسؤولين الفاسدين، من ترصيب للطلبه بتهم وهميه، ومن مجالس تاديبيه لأسباب تافهة ومستفزة. إن النضال هو السبيل الوحيد والأوحد من أجل مستقبل زاهر للتمريض في المغرب، ومن أجل نصرة هؤلاء الطلبة. كما أننا نريد أن نذكر إدارة المعهد أن حرية التعبير داخل المعهد هي حق مشروع حسب القانون الداخلي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة. وإن التنسيق الوطني ستظل دائما وأبدا سدا منيعا أمام كل من يحاول المساس بكرامة الطالب الممرض.